لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ده باب الشقة دلوقتي اهو، ديت الصالة. الشارع اهو، الشقة في الدور التاني. دي كده الغرفة الأولى، ده اللي هو المدخل الكوريدور يعني. ده الغرفة التانية، وطبعا كل غرفة زي ما انتم شايفين اهو شباك برضو كمان. في حمامين، الحمام الأول ده اهو اهو، الحمام التاني اللي هو قصدي يعني ان انتوا تاخدوا دش وكده فيه. ادي كمان غرفة اهي كمان. شوف بقى الميزة الكبيرة هنا، بصوا الحلوة جدا شجرة العصافير ديت. شوفوا معلومة عن العصافير، العصافير لما تلاقي الجذع بتاع الاشجار ديت كلها بيبقى اشجار كده، كل العصافير بتيجي والحمام بيجوا هنا، فتحس كانك انت ايه في غابه عصافير. فدي الميزه الكبيره يعني، ممكن الناس لو هتشتري الشقه ديت ممكن عشان الميزه الكبيره دي بتاعه العصافير. شوف بقى المطبخ دلوقتي، خليني اشرح شوية. السلام عليكم يا جماعة. بالنسبة للشقة ديت هي عبارة عن 3 غرف وصالة زي ما انتوا شفتوا بالظبط. الشقة في الدور الثاني جنب محطة ترامواي فندق زادة، تطلعوا من الشارع على طول تلاقوا قدامكم محطة ترامواي فندق زادة، ومن الشارع اللي بتاع محطة ترامواي فندق زادة بتخش قصاده على طول، تمشوا على الشمال تلاقوا محطة مترو أمنيات الفاتح، وسعرها يعتبر فرصة كويس جدا، سعرها 980,000 ليرة. وعلى فكرة دي ما فيهاش مستأجر ولا حاجة، يعني اللي فيها هو المالك، يعني بحيث انتوا لما تشتروها خلاص انتوا الملكة يطلع وممكن تقعدوا فيها على طول. بس وشكرا جزيلا، واشوفكم قريب ان شاء الله في اسطنبول. وما تنسوش علشان تشوفوا الفرص الجاية تعملوا اشتراك لقناتي على اليوتيوب علي جمال، واشوفكم قريبا ان شاء الله. علي جمال اسطنبول تركيا، مع السلامة. شايفين دلوقتي يا جماعة تطلعوا من الشارع البنوك اهي على اليمين وعلى الشمال، ودي محطة ترمواي زي ما انتم شايفين كده من هناك الترامواي وبيتحرك قصادكم. دي محطة ترامواي فندق زايدة. الشارع اللي قصادكم على طول كده، دلوقتي احنا وصلنا لمحطة ترامواي على اليمين هنا على طول. دلوقتي الشارع اللي قصادكم ده بتنزلوا على الشمال بتلاقوا محطة أمنيات الفاتح، وزي ما انتم شايفين هنا يعتبر ده المركز اللي فيه الفنادق كلها، وفي كل حاجة، وفي نوادي مجانية بتاعت البلدية على الشمال هنا، اللي عايز يروح يلعب فيها بينج بونج وكرة سلة مجانا، وتنس وكل حاجة مجانا. دي محطة ترامواي فندق زي ده. سرسن بوردا دونا بيرسن بان بوردا يوري شمس. محطة ترامواي فندق زي ده. والبنوك وكل حاجة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقدم شكر الجزيل للأستاذ علي، وأحب أشوفكم
هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين. نتمنى لهم التوفيق في عملهم. ألف شكر. مع خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء، يعني يوصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود، يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان. الحقيقة يعني أنا أنصح بالتعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو الجمال برضه أسعاره جيدة. والله يوفقك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول. بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول، والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم، وطلعنا البارحة على الطابو. خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصروا يانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريكه المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريكه المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر وأشكرهم جزيلا. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطابو. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطابو باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون أنتوا يعني نحن غرباء في هذا البلد بالجماعة، وكفونا نصيحة، ما حسينا بغربة، ما حسينا بشيء، حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه. وهاي شقتنا الجديده اشتريناها من خلال الاستاذ علي وشريك التركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكك التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب، والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه للمسا منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير، وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكة اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء، من واحد لواحد أبو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري، جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصروا ويانا وشالوا وياي الجناطاني وعائلتي 4 نفرات. زين لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال،
واللي ما لديتوه اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود. اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك للسياحة في اسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال. Evet lütfen. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركه كويسه جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعه دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجه رقم واحد بنشوف الشقه او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه. ايه النقطة التانية؟ مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح، لانها امانة. مين حلقة الوصل؟ من حلقة الوصل بينكم وبين المالك احنا، فدي امانة كبيرة جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبرة في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك شقتك هتتباع بسرعه، فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشره، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشره من نوكولي. كويس، بناخد النسبه المعروفه عليها هنا في تركيا العادله. كويس، دي حاجه. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واتطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.